أهلا بكم وإلى العناوين. موسكو تعلن إنزال قوات بحرية في سوريا لحماية منشآتها العسكرية، وبارجتان حربيتان تتوجهان إلى البحر المتوسط. عشرات الغارات الروسية على مواقع لداعش وجيش الفتح في سوريا، والكريملين يؤكد تبادل المعلومات مع القوات الإيرانية والعراقية. بعد اتهام وزير الدفاع الأمريكي روسيا بقصف مواقع لا وجود لداعش فيها، لافروف ينصح بعدم الاستماع إلى تصريحات البنتاغون. وفي أروقة الأمم المتحدة، كيري يضطر الانتظار لافروف خارجا خلال اجتماعه بالمعلم، والأخير يقول له: التقيت مع كيري؟ لا لا لا، ما التقيت. ما التقيت، بس هو نطر برا. خليه ينطر. ارتفاع عدد الضحايا الإيرانيين في الحج إلى 464، بينهم السفير غضنفر ركن أبادي وثلاثة دبلوماسيين. قررت وزارة الدفاع الروسية إشراك سفن الإنزال البحري للرد السريع المنتشرة في مياه المتوسط في العملية الجوية الروسية في سوريا لحماية المنشآت العسكرية الروسية في طرطوس واللاذقية. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن مصدر عسكري أن قوات أسطول البحر الأسود سوف تكون في مقدمة القوات المشاركة في هذه العملية، بما يخدم حماية نقطة الدعم الفني والإسناد في طرطوس والقاعدة الجوية المؤقتة في اللاذقية. المتحدث كشف أنه سيتم كذلك إلحاق قوات خاصة بمشاة البحرية، إضافة إلى قوات تابعة لفرقة الإنزال الجوي الجبلية السابعة. يتزامن ذلك مع استمرار الغارات الروسية على مواقع الجماعات المتطرفة في سوريا، حيث نفذت الطائرات الروسية عشرات الغارات على مواقع لداعش في 5 محافظات سورية، ولجيش الفتح في ريفي جسر الشغور وحماة وجبل الزاوية بريف إدلب. الناطق باسم الرئاسة الروسية أكد تبادل المعلومات الاستخبارية حول سوريا مع القوات الإيرانية والعراقية، مشيرا إلى أن الغارات تركزت خارج المناطق المأهولة بالسكان. جيش الفتح في مرمى المقاتلات الروسية لليوم الثاني، القاذفات الروسية نفذت أكثر من 30 ضربة. الانفجارات تعالت في سماء جبل الزاوية وريف جسر الشغور واللطامنة وكنصفرة في ريف حماة. الغارات كانت ليلية أيضا، واستهدفت مقار ومخازن أسلحة، وحشودا فاجأتها صواريخ السخوي من دون أن تصدر حتى الآن بلاغات من المجموعات المسلحة توضح الخسائر التي منيت بها في اليومين الماضيين. لكن التقديرات تتجه نحو وقوع أكثر من 100 قتيل بين المسلحين، فضلا عن الإرباك الذي أصابهم مع التصعيد السريع لوتيرة العمليات الجوية. هذه المجموعات الإرهابية بنظر موسكو وبنظر الحكومة السورية لا تقل خطرا عن داعش، وهي تهدد كيان الدولة السورية. الغارات الروسية أكدت أن أولوية الحليف الروسي لدمشق هي أولوية دمشق أيضا، أي احتواء جيش الفتح وضربه في الشمال السوري وإسقاط كل الخطوط الحمر منذ اللحظة الأولى بشأن التحذيرات الأمريكية بأن لا تتجاوز العمليات العسكرية الروسية ضرب داعش إلى ضرب مجموعات أخرى تدعمها واشنطن وأنقرة. ذلك أن الحشد الجوي الكبير في مطار حميميم يعمل بأعلى طاقته لتحقيق انتصارات بأسرع وقت ممكن، وتغيير معادلة الميدان، وإرسال رسائل واضحة إلى رعاة جيش الفتح وغيره أن السماء السورية ليست آمنة لهم، وأن جيش الفتح سيكون هدفا لعمليات قاعدة حميميم. تريد موسكو من ذلك أن تقول بأن هناك سردية أخرى للإرهاب مختلفة عما كانت تقدم أمريكا وحلفائها خلال الفترة الماضية، ولذلك كانت استهدافاتها الأولى لتنظيمات تتغاضى عنها واشنطن والحلفاء الآخرين، وخاصة استهدافها لجيش الفتح والمنظمات المتحالفة معه. أما التطابق مع أولويات دمشق فيأتي من خلال العمليات التي تستهدف تأمين تخوم اللاذقية وسهل الغاب للتحضير لعمليات برية في جسر الشغور. فقبل الوصول إلى داعش وغيره، يقوم الطيران الروسي بتوسيع مدى عمليات الجيش السوري في الشمال وتحصين تقدمه فيها. أما الغارات على جيش الفتح فهي أيضا هدف روسي سوري، لأن المقاتلين الشيشان والتركستان والطاجيك يشكلون رأس الحربة للعمليات العسكرية في الشمال، الذي تحول إلى بؤرة يستبق الطيران الروسي ضربها قبل تمددها إلى تخوم روسيا نفسها في آسيا الوسطى وفي الجمهوريات التي تحاول هذه الجماعات استنهاض حرب جهادية فيها ضد موسكو بعد دمشق. ديما نصيف، دمشق، الميادين.
من موسكو ينضم إلينا كبير الباحثين في معهد العلاقات الدولية في موسكو يوري زنين. أهلا بك سيدي الكريم. كل هذه الترسانة الروسية والأسطول الحربي الروسي المرابط في السواحل السورية هي فقط لضرب داعش أم ما الذي تريده موسكو بالضبط؟ نعم طبعا قبل كل شيء قد أعلن من جانب قال الروسية ستقتصر العمليات الحربية العسكرية الروسية حاليا بتوجيه الضربات القاسية ضد منظمة داعش ويمكن داعش ولكن طبعا ليس من الواضح إذا يكون هناك قريب منهم أي منظمات متحالفة يعني تكون متحالفة معهم فيمكن قد يكون أيضا توقع عليها بعض الأثار من هذه الضربات. لا أستبعد هذا ولكن عامة يعني ليس هذه المنظمات مستهدفة من جانب موسكو. طيب طالما أنه الأمر هو بطلب سوري بطلب من الحكومة السورية حتى الآن تم استهداف داعش واستهداف جيش الفتح، هذا يعني أنه حتى المجموعات المعارضة التي تتخوف الولايات المتحدة الأمريكية من استهدافها هذا وارد، على سبيل المثال جيش الحر مثلا. نعم لكن لا ما أعتقدش أن هناك يعني الأهداف يعني من مثل هذه الجيوش قد يكون ضمن الركن العمليات الروسية، ولكن هذا إذا يكون هناك الأخبار أو أنباء فلازم تأكيد أنها بذلك. هل فعلا يعني تمت يعني قامت قيام الضربات ضدهم أو لا؟ ولهذا هو شيء دقيق جدا فشيء يعني في منتهى الأهمية، فلهذا لابد لا تصدق لأي أخبار أو أنباء تأتي من ميدان المعركة. طيب سيد يوري، إذا الولايات المتحدة الأمريكية ومعها 59 دولة لم تستطع القضاء على داعش، هل فعلا موسكو وحدها تستطيع القضاء عليها وعلى المجموعات المتشددة كما تقول؟ نعم لا ليس هناك يعني واجب أو ليس هناك الأمر للقضاء على كل هذه المنظمة داعش، لأن داعش متواجد مع الأسف مو فقط في سوريا ولكن في العراق، ولكن روسيا لا أعتقد أن روسيا ستواصل عملياتها لامتدادها إلى العراق. لا أعتقد هذا سيقتصر فقط على المساحة في سوريا فقط. أما بالنسبة للنتيجة فسنراها، لأن أولا لا تنسى أن الآن روسيا يعامل مساوية مع جيش سوريا العربي، فهذا الشيء مهم جدا جدا، لأن الضربات الائتلاف الدولي كانت تقام فقط بواسطة الضربات الجوية بدون تنسيقها مع العمليات البرية، وهذا الشيء فرق منها كبير. فأعتقد أن ستكون هناك نتيجة أكثر في هذه الحالة في حالة ما توحد أو توحيد الجهود المشتركة بين القوة الجوية الروسية التي تدعم الجيش العربي السوري، وهذا سيكون هناك يبدو أن يكون هناك يعني أكثر نتيجة لهذا. نعم شكرا جزيلا لك يوري زنين كبير الباحثين في معهد العلاقات الدولية في موسكو. تنضم إلينا مديرة مكتب الميادين في دمشق ديما نصيف. ديما أهلا بك. الضربات الروسية حتى الآن أين تتركز ومن هي المجموعات المستهدفة وماذا عن مشاركة الجيش السوري على الأرض؟ نعم مرحبا سلمى. بداية يعني حتى اللحظة بحسب المصادر العسكرية بلغت الطلعات الجوية الروسية حوالي 15 طلعة جوية، أي ما يقارب 80 ضربة جوية، لأن كل طلعة يكون فيها أكثر من ضربة أو أكثر من غارة أو تحقق حوالي 6 غارات جوية. طبعا هذه الضربات استهدفت معاقل جيش الفتح والنصرة وكذلك داعش، تركزت بشكل كبير جدا في ريف جسر الشغور وفي
في ريف حماة الشمال الغربي وأيضا في ريف حمص. وهذا يعني سلمى بأنه واضح بنك الأهداف بالنسبة لموسكو بات واضحا بأنها تحاول تأمين كل المنطقة التي يتواجد فيها ويتعاظم فيها الوجود الروسي، وأيضا بما يهيئ لعمليات وتقدم الجيش السوري في هذه المناطق بعد تأمينها بشكل كامل. أيضا إلى جانب بأنه من الواضح أيضا بالنسبة لموسكو كما كانت تصرح أو كما كان يصرح المسؤولون الروس بأنه ليس هناك من أي فارق بين داعش وبين النصرة وبين جيش الفتح، بل على العكس ربما اليوم النصرة وجيش الفتح هو أولوية كما هي أولوية طبعا عند دمشق عن يعني بانتظار الوصول إلى معاقل داعش أو لضرب داعش في معاقلها. نحن لا ننسى فقط سلمى للإشارة بأن هذه المناطق ليس فقط تنتشر فيها جيش الفتح، إنما هي أيضا مناطق تتداخل فيها السيطرة أحيانا للنصرة مع داعش أو أحيانا لمجموعات مسلحة أخرى سواء منضوية في جيش الفتح أو في غيره من المجموعات المسلحة. يعني في تلبيسة والرستان هاتين المنطقتين من ريف حمص يعني هناك تواجد كبير لداعش، ونحن لا ننسى عندما كان هناك اتفاق حمص القديمة رفض هؤلاء المسلحون أن يستقبلوا مسلحي الأحياء القديمة في حمص وهم مسلحو داعش، وبالتالي اضطروا إلى الذهاب إلى منطقة الدار الكبيرة حينها. وأيضا في المناطق التي ذكرناها من ريف حماة الشمال الغربي كذلك من ريف جسر الشغور وغيرها من المناطق التي استهدفتها الطيارات الروسية اليوم، أي أنها هي مجموعات متداخلة تعلن ولاءها في يوم وتلغي هذا الولاء في يوم آخر، وبالتالي بالنسبة لموسكو كما هو بالنسبة لدمشق كل هذه المجموعات تصنف إرهابية وخاصة داعش والنصرة، والتي يعني ربما حيدتها تماما ضربات التحالف الدولي رغم أنها مشمولة بالقرار الدولي 2170 و2178 بأن تستهدف كلها بضربات التحالف الدولي، ويعني اقتصرت ضربات التحالف فقط على معاقل داعش. أيضا للإشارة سلمى بأنه ليس فقط يعني لم تصدر المجموعات المسلحة أي بلاغات أو أي توضيح لمستوى الخسائر التي حققتها ضربات الطيران الروسي، وإنما أيضا اليوم المصادر الميدانية في مدينة الرقة تقول بأن هناك تقريبا انعدام للتجول في هذه المدينة وهناك خلو كامل لشوارع هذه المدينة، ربما يتحسب داعش وعناصره من إمكانية تحقيق أي ضربات بحقهم أو في معقلهم في مدينة الرقة. نعم، وبالنسبة لي على الأرض بالنسبة للجيش السوري هل هناك من بيان رسمي يوضح المشاركة؟ هل هناك من المناطق فعلا، لأنه ما يميز التحالف الروسي عن أو الضربات المشاركة الروسية في سماء سوريا عن التحالف الغربي الآخر أنه هناك على الأرض مشاركة، وهذا ما أشار له الضيف منذ قليل. بطبيعة الأحوال سلمى طبعا التمهيد بالقصف الجوي لأي عملية برية هو قد يستهلك أيام وأيام، ونحن لا ننسى بأن خارطة الاستهدافات الروسية هي كبيرة جدا، هي لا تضرب في منطقة كي تحقق من خلالها القوات البرية السورية تقدما ما، ولكنها هي تحاول تأمين كامل هذه المناطق تمهيدا ربما لعملية برية، والتي يعني ربما تشير الضربات الروسية أنها ستكون في الشمال السوري وخاصة في اتجاه جسر الشغور لأن هي واحدة من أهم معاقل جيش الفتح وهو على أولويات موسكو كما قلت لك. ولكن أيضا بالمقابل الجيش السوري الطيران السوري أيضا بالمقابل لم يتوقف عن ضرباته، يعني اليوم ضرب الطيران السوري في أكثر من منطقة وخاصة في مناطق ريف حلب الشمالي وحقق إصابات مباشرة في صفوف معاقل داعش ومعاقل النصرة في تلك المنطقة، أي أن هناك غرفة عمليات مشتركة، هناك قرار مشترك وهناك تنسيق مشترك بين العمليات. أما متى تبدأ العمليات البرية التي تستتبع الضربات الجوية، هذا طبعا رهن بالقرار للقيادتين العسكريتين في موسكو ودمشق. نعم، ديما نصيف مديرة مكتب الميادين كنت معنا من العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. الغارات الروسية على مواقع الجماعات المتطرفة في سوريا أثارت ردود فعل عديدة. أحمد عبد الله. جولة أولى من الغارات الروسية كانت كفيلة بإدخال الحرب السورية منعطفا جديدا اشتعلت معه حرب التصريحات الدبلوماسية. واشنطن السباقة في شن غارات على سوريا بدت متخبطة. وزير دفاعها أشتون كارتر قال إن الغارات الروسية حصلت في مناطق لا تنتشر فيها على الأرجح قوات لداعش، مؤكدا أن مقاربة موسكو محكومة بالفشل. تصريح يتعارض مع ما قاله وزير الخارجية جون كيري عن أن الولايات المتحدة لن تعارض الضربات الجوية الروسية في سوريا إذا كان الهدف الحقيقي منها هزم تنظيم داعش.
الولايات المتحدة ترحب بكل الجهود الرامية إلى محاربة داعش وتنظيم القاعدة، وإذا كانت الغارات الروسية تسعى فعلا إلى محاربة التنظيم فنحن نرحب بهذه الجهود. البيت الأبيض بدأ أكثر حذرا في تعليقه على الموضوع، مشيرا إلى أن من المبكر تحديد المواقع التي استهدفتها الغارات الروسية. أما فرنسا التي نفذت قبل أيام أولى غاراتها ضد داعش في سوريا، فقالت عبر وزير خارجيتها لوران فابيوس إن هناك إشارات تفيد بأن الضربات الروسية لم تستهدف داعش. كل من ينضم إلينا في الحرب على داعش مرحب به، لنكن واضحين، ولكن الغارات يجب أن تكون ضد داعش والمجموعات الإرهابية حصرا، لا ضد المدنيين والمعارضة المعتدلة. وبموازاة الإيحاء الفرنسي باستهداف الغارات الروسية المدنيين، دان الائتلاف السوري المعارض القصف الروسي واصفا إياه بالعدوان، فيما أعربت السعودية عن قلقها العميق من الضربات الروسية وطلبت بوقفها. اتهامات رد عليها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤكدا أن الضربات الجوية الروسية لا تستهدف سوى داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية. التوصية الأولى لنا كانت التأكد من أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من جهة والقوات الروسية المشاركة بناء على طلب الحكومة السورية تقيم قنوات اتصال لتجنب أي حوادث غير مقصودة. لافروف الذي دعا إلى عدم الاستماع إلى تصريحات البنتاغون المشككة في الغارات الروسية، قال إنه ستكون هناك قنوات اتصال بين العسكريين الروس والأمريكيين بشأن الضربات الجوية بأسرع وقت ممكن لتحاشي حصول أي حادث بين طائرات البلدين. أعلنت الخارجية الإيرانية دعم طهران للعملية العسكرية الروسية ضد الجماعات المسلحة في سوريا. المتحدثة باسم الخارجية مرضية أفخم أكدت أن مواجهة ظاهرة الإرهاب جديا واقتلاع جذوره يتطلبان تحركا دوليا مشتركا على أساس التعاون مع حكومتي العراق وسوريا. بدوره رحب الرئيس العراقي فؤاد معصوم بإعلان روسيا مشاركتها في ضرب مواقع عسكرية لداعش في سوريا. معصوم وخلال اجتماع له مع مستشاريه دعا إلى تكامل المشاركة الروسية مع خطط التحالف الدولي في هذا الشأن، شدد على أهمية أي تعاون دولي لمساعدة العراق ودول المنطقة للقضاء على داعش. بدوره دان رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة الغارات، وقال أن الضربات الجوية الروسية قتلت ما لا يقل عن 36 مدنيا واستهدفت مناطق لا وجود فيها لداعش. 120 دولة تعترف بالائتلاف كمعارضة شرعية تمثل الشعب السوري. نحن نطالب هذه الدول بإدانة الضربات الروسية ونطالب بحماية من أي نوع يمكن تسميته، منطقة حظر طيران، منطقة ممنوعة من القصف. إلى ذلك اتفق وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي على ضرورة الإسراع في المحادثات العسكرية بين البلدين بشأن سوريا. وفي مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أشار كيري ولافروف إلى أن المحادثات المزمعة قد تبدأ اليوم، وذلك لمنع أي حوادث بين طائرات البلدين في الأجواء السورية. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري وليد المعلم. المعلم وصف اللقاء بالناجح، وقد تركزت المباحثات على المجالين العسكري والسياسي، وأشار في تصريح للميادين إلى ضرورة مكافحة الإرهاب الآخذ في التفشي حول العالم. مع الأسف الانقسام في المجتمع الدولي واضح، ولهذا فشلوا في معالجة الإرهاب وأخذ هذا الإرهاب ينتشر وأصبح ظاهرة عالمية. من هنا نحن دعونا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي جاءت تحت الفصل السابق، وسألنا لماذا لم يفعل مجلس الأمن شيئا تجاه الدول التي لم تلتزم بتنفيذ هذه القرارات. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اضطر إلى الانتظار خارجا بعض الوقت خلال لقاء لافروف والمعلم في أروقة الأمم المتحدة. كيري الذي بدا غاضبا انتظر لافروف حتى انتهاء نشاطه للخروج والتحدث معا للإعلام. أما جواب المعلم ورده على استفسار الميادين عن انتظار كيري فحمل رسالة له، خلي ينطر. نزار عبود.
نادرة القصص المثيرة التي تحصل في الأمم المتحدة وتظهر على الشاشات، لكن الصدف شاءت أن تسجل عدسة الميادين مسلسلا روسيا أمريكيا سوريا في ممرات الأمم المتحدة وغرفها البعيدة عن الأعين. اجتماع عقده وزير خارجية سوريا وليد المعلم وفريقه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ومساعديه. ما هي إلا دقائق حتى حضر جون كيري وزير الخارجية الأمريكي إلى المكان للقاء لافروف. انتظر لدقائق ثم خرج والضيق واضح عليه. ارتبك كيري ودخل قاعة مجلس الأمن الدولي، لكنه سرعان ما خرج قاصدا مكانا مغلقا ريثما ينتهي اجتماع المعلم ولافروف الذي استمر لنحو ثلث ساعة. كان الجميع متشوقا لمعرفة إذا كان كيري قد التقى المعلم أم لا. وعندما خرج وزير خارجية سوريا بادرته الميادين بالسؤال: أنت تريد أن كيري كان عم يستنى برا لما أنت جوا؟ ما التقيت مع كيري؟ لا 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 ما التقيت. ما التقيت بس هو نطر برا. خليه ينطر. كذلك لم يكن لافروف في عجلة من أمره للقاء كيري. هل هو تكتيك دبلوماسي؟ من الصعب التكهن. خرج وزير الخارجية الروسي من الاجتماع ليعقد مؤتمرا صحفيا مستفيضا مع الصحافة الروسية، لكن كيري بقي ينتظر حتى انتهت كل الاجتماعات والمؤتمرات إلى أن التقاه لافروف. أشياء كثيرة كشفها هذا الفصل، لكن ما خفي قد يكون أعظم. خليه ينتظر. رأى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن المشكلة الحقيقية في العراق ليست داخلية، وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار إلى أن تنظيم داعش الذي احتل أجزاء واسعة من البلاد لا يزال يتلقى دعما ماليا وعسكريا من جهات خارجية. مشكلتنا أن هناك منظمة إرهابية عبرت الحدود من دولة جارة للعراق. هذه المنظمة كانت مدعومة ودربت وجهزت بالأموال وبالسلاح، واحتلت أجزاء كبيرة من المجتمع العراقي ومن المدن العراقية، واعتدت وقتلت الآلاف من المواطنين العراقيين، واعتدت على حرماتهم. ولحد اليوم لا زالت هذه المنظمة الإرهابية ومنظمة داعش يأتيها آلاف المتطوعين من مختلف أرجاء العالم ومن هذه الدول بالذات التي تدعي تريد أن تقف مع العراق. وهذه أيضا هذه المنظمة الإرهابية تستلم المساعدات والأموال من أجل أن تستمر في القتل والقتال. ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق مخبأ للأسلحة غرب بغداد تابعا لتنظيم داعش وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع. المخبأ كان يحوي أحزمة ناسفة وأسلحة متطورة أو متوسطة ووسائل تفجير مختلفة تستخدم في تفجير المنازل المفخخة، فضلا عن صواعق كهربائية. هذا وتستمر العملية الأمنية التي تخوضها القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي لتأمين مناطق المواجهة مع داعش في بيجي شمال تكريت وفي الرمادي مركز محافظة الأنبار. عبدالله بدران. انتقال زعيم داعش أبو بكر البغدادي إلى الرمادي كذبة لا أساس لها وتهدف إلى رفع معنوية مسلحيه، هكذا يرى الحشد الشعبي الذي يسوق دليلا ميدانيا كما يقول، متمثلا بحصار الأمن العراقي والحشد الشعبي لمركز محافظة الأنبار. التقدم للإمساك بالأرض غرب العراق بدأ لصالح القوات العراقية والتي تريد فرض سيطرتها على المضيق شرق الرمادي بكاملها وأجزاء من حصيبة. الحرب مع داعش هي حرب عصابات وحرب إشاعات وتضليل، واستطاع داعش أن يدخل الموصل والديالة وصلاح الدين الأنبار بالإشاعات والتضليل. لذلك نحن حقيقة صحيح نحتاج إلى سلاح من أجل الإسراع في حسم المعركة. خلية الصقور الاستخبارية أعلنت قيامها بعملية نوعية بعد رصد مجموعة من داعش تحركت من حلب والرقة السوريتين، عدد أفرادها 13 مسلحة. بحسب الصقور فقد قتلت المجموعة كاملة بينها ما وصفته بمسؤول الفصيل الأمني الخاص أبو هاجر الكربولي المتورط بقتل 13 عنصرا أمنيا سابقا، وعبد السلام مشعان زوبع الخابوري، تطور أمني يعتقد أنه نتاج أولي لغرفة التنسيق الأمنية الرباعية. أريد من روسيا هذا الدعم، دعم قضية السلاح وإمداد القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي بالسلاح فقط هذا. نعم نحتاج إلى
المعلومة الاستخباراتية عبر القمر الصناعي، نعم نحتاج ذلك، ولكن لدى القوات الحشد الشعبي من الطيران المسير ما يكفي لإفادة القوات الأمنية بما يفيدها في هذا الجانب. وفي محيط بيجي شمال تكريت يجهد داعش كي لا يفقد الأرض ومصفاتها بالكامل، وذلك بتركيزه المتمثل بهجمات انتحارية والتي غالبا ما يفشلها أسلوب الصد بالصواريخ الحرارية. وبالإضافة إلى جبهتي الرمادي وبيجي تستعر جبهات أخرى في العراق، والكل هنا في الداخل العراقي بانتظار نتائج أفضل لغرفة العمليات الرباعية وانعكاس عملها في الميدان. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. أكدت إيران وفاة سفيرها السابق في لبنان غضنفر الركن أبادي وثلاثة دبلوماسيين آخرين في حادثة تدافع منى. وكانت منظمة الحج والزيارة الإيرانية قد أعلنت أن العدد النهائي لأعداد الحجاج الإيرانيين الذين قضوا في حادثة تدافع مشعر منى بلغ 464. المنظمة أضافت أن كل الجهود تبذل لإعادة الجثامين في أسرع وقت ممكن. رئيس منظمة الحج الإيرانية سعيد أوحدي قال أنه بعد خطاب المرشد الأعلى أمس بات سلوك المسؤولين السعوديين أكثر إيجابية. وإلى ذلك اتفق وزيراء الصحة السعودي والإيراني في جدة على إعادة جثامين الحجاج الإيرانيين الذين قضوا خلال التدافع في منى بأسرع وقت. وزير الصحة السعودي أبلغ نظيره الإيراني رسالة تعزية من الملك السعودي لمرشد الثورة وللرئيس وللشعب الإيراني حول ضحايا حادثة منى. ولكن ما يزال هناك أعداد لم يتم. ومن طهران ينضم إلينا مراسل الميادين حازم كلاس. حازم، أهلا بك. متى ستصل جثامين الحجاج الإيرانيين وما هي الاستعدادات في إيران؟ نعم سلمى، في الحقيقة يعني كل الاستعدادات الإيرانية قائمة منذ بضعة أيام حقيقة. الطائرات، طائرات الركاب وطائرات الشحن أيضا التي ستنقل جثامين الضحايا الإيرانيين إثر حادثة تدافع منى مستعدة وهي موجودة على مدرج المطار بانتظار الإذن السعودي بتحليقها إلى الأجواء السعودية. وحسب ما علمنا من خلال متابعتنا لهذا الملف أن وزير الصحة الإيراني اتفق مع نظيره السعودي على أن يتم نقل الجثامين إلى جدة، ومن جدة ستنقل هذه الجثامين إلى إيران. طبعا كل هذا يتزامن كما ذكرتي سلمى مع تغير يتحدث عنه الإيرانيون، تغير ملموس في التعاون السعودي معهم، تغير إيجابي، وأيضا مع حراك دبلوماسي كبير وزير الخارجية الإيراني في نيويورك وعلى هامش اجتماعات الجمعية العمومية التقى مع رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولي ومع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي وأيضا مع منسقة الشؤون الأوروبية الخارجية الأوروبية وأيضا مع عدد من وزراء خارجية دول المنطقة. ومعظم الأحاديث دارت حول حادثة تدافع منى وضرورة معالجة هذا الموضوع بشكل سريع. كذلك أيضا أعلنت الخارجية الإيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يدير بنفسه هذا الملف ويشرف على كافة تفاصيله. أما فيما يتعلق بموضوع الجثامين أو ربما جثامين الضحايا التي لم يتم تحديد هويتها بعد حتى الآن والتي يشك في لجنسيتها إلى أي جنسية تعود، تم الاتفاق بين إيران والسعودية على أن يتم نقل هذه الجثامين التي يشك بأنها إيرانية إلى إيران على أن تخضع لفحص الدي إن إيه والفحوصات اللازمة من أجل تحديد هوية هذه الجثامين، وفي حال كانت إيرانية ستبقى في إيران وتحول إلى ذويها بطبيعة الحال. نعم. وفي حال كانت غير إيرانية ستعاد إلى السعودية. حازم كلاس مراسل الميادين كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا جزيلا لك. من هو السفير الإيراني السابق في بيروت غضنفر الركن أبادي الذي تأكدت وفاته في حادثة التدافع في منى؟ غراسيا بيطار. ليست فقط الهامات الكبيرة من تترك أثرا، فغضنفر الركن أبادي ليس ذاك الاسم الكبير في ملاعب السياسة، بل النفس الكبيرة التي لا تنسر عبيرها إلا بعد رحيلها. في كتاب إيمانه وفاته جاءت الأقدس، ولو أنه سبقها تشويش سرعان ما انجلى. فكارثة وفاة الحجاج في منى أدرجت اسمه بداية من ضمن المفقودين،
ثم روج خبر دخوله باسم مستعار إلى المملكة السعودية وبجواز سفر مزور، إشاعات نفتها لاحقا إيران رسميا، فصفع الرجل كل الأقاويل وتأكد دخوله باسمه وبجواز سفر عادي غير دبلوماسي كأي مؤمن غير مثقل بأي حمولة سياسية. غضنفر أصل ركن أبادي، المولود عام 66 في مدينة قم. لبنان حاضر بقوة في مسيرته، فهو حائز درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية، وكان سفيرا لبلاده في بيروت بين عامي 2010 و2014، وقد نجا من تفجير انتحاري استهدف السفارة الإيرانية في بيروت عام 2013، وعاش لسنوات في العاصمة اللبنانية. أما من جامعة الإمام الصادق في إيران فنال الماجستير في العلوم السياسية والمعارف الإسلامية، وشغل منصب مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإيرانية منذ عام 2008. من رافقه في جولات إعلامية أو سياسية يتحدث عن رجل متواضع وخدوم، يحدثك في القضايا الكبرى ويحرص على عدم إهمال التفاصيل الصغيرة. أسر لأحد الإعلاميين أنه ينجذب إلى الصدق في شخصية العماد ميشيل عون، وعن حزب الله قال مرة إنه حالة لبنانية تمكنت من تحطيم الاحتلال، وأن حضوره في سوريا فرضته مصلحة لبنان وسوريا معا. شرح سياسة بلاده تجاه القضية الفلسطينية بأنها تنطلق من مد يد العون إلى كل مضطهد. أبادي الذي رحل على أرض السعودية قال للمفارقة عام 2014 إنه يشعر بانفراجات بين إيران والسعودية من شأنها أن تترك آثارا إيجابية على كل ملفات المنطقة. التقى الأمير السعودي تركي الفيصل زعيم حزب هناك مستقبل الإسرائيلي يائير لبيد في نيويورك. هذا اللقاء ليس الأول للفيصل مع مسؤولين إسرائيليين، فهل تتجاوز العلاقات السعودية الإسرائيلية حدود السرية؟ زهراء ديراني. لقاءات سعودية إسرائيلية لم تعد خافية على أحد، تجاهر بها تل أبيب بين الفينة والأخرى وتكشف صحفها تفاصيلها وما تمخض عنها، أما الرياض فلا تنفي. آخر هذه اللقاءات كان قبل أيام، حيث احتضنت واشنطن لقاء جمع الأمير تركي الفيصل مسؤول الاستخبارات السعودي السابق إلى يائير لبيد زعيم حزب هناك مستقبل الإسرائيلي. لم يكن هذا اللقاء الأول للفيصل بمسؤولين إسرائيليين. العام الماضي اجتمع إلى الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية الجنرال عاموس يادلن. سبقه في العام نفسه غزل كلامي بين الأمير وتسيبي ليفني في مؤتمر ميونخ للأمن والسلام العالمي، حيث أثنى على كلامها فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فتمنت عليه أن يجلس إلى جانبها على المنصة. نجحت تل أبيب خلال العامين الماضيين في توظيف الملف الإيراني ورقة رابحة للحديث عن تعاون سعودي إسرائيلي وعن وجود عدو مشترك للطرفين. أكثر متحدثون إسرائيليون من الإشارة إلى عرض الرياض تقديم تسهيلات لإسرائيل إذا قررت الأخيرة توجيه ضربة عسكرية لإيران. العام الماضي أيضا اجتمع الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي إلى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري جولد في ندوة سياسية بواشنطن. تلت الاجتماع مقابلة مثيرة خاصة بها عشقي إحدى القنوات الإسرائيلية، كشفت وقتها عن مدى التقارب السعودي الإسرائيلي حين وصف بنيامين نتنياهو بالرجل القوي والواقعي وتحدث عن إيران كعدو. الجنرال عشقي كما الأمير تركي من أشد المقربين من القصر الملكي في الرياض، وبحسب صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية فإن هذه اللقاءات غالبا ما تحظى بمباركة ملكية. وإلى اليمن، حيث أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل أكثر من 50 من عناصر قوات التحالف السعودي في عمليات نوعية للجيش اليمني في مأرب. كما قصف الجيش واللجان الشعبية بالصواريخ معسكر قوة نجران السعودي عبر الحدود.
يجمع هؤلاء اليمنيون ما تبقى من بضائعهم، بضائع كانوا يأملون بيعها على ثمنها يسد رمق الحياة في ظل الحرب، لكن آمالهم تحولت إلى حطام مدفون تحت الركام عقب غارة شنتها طائرات التحالف السعودي على سوق شعارة في مديرية رازح بصعدة، سوت محلهم بالأرض. سلسلة غارات مماثلة استهدفت مناطق متفرقة في أنحاء اليمن. في صنعاء قصفت الطائرات السعودية منطقة حدا وسط العاصمة ومنطقة المساجد في مديرية بني مطر ودار الرئاسة بمنطقة النهدين جنوب صنعاء. أما في مأرب فشنت طائرات التحالف غاراتها على مناطق السد القديم والجديد والجفينة وذات الراء. كذلك هي الحال في محافظة تعز، حيث استهدفت الغارات منطقتي الضباب وعقاقة في المدخل الجنوبي للمدينة، إضافة إلى غارات أخرى استهدفت منازل سكنية في منطقة بير باشا غرب تعز. المواجهات والاشتباكات على الأرض مستمرة بدورها بين قوات الجيش اليمني مسنودة باللجان الشعبية من جهة، والقوات الموالية للرئيس هادي مسنودة بمسلحي الإصلاح من جهة أخرى. أبرز المعارك شهدتها محافظة مأرب، ولاسيما منطقتا ذات الراء ومربط الدم ومحيط البلق، حيث تحدث الجيش اليمني عن تدمير عدد من الآليات ومقتل العشرات من قوات هادي والتحالف السعودي، إضافة إلى اشتباكات في منطقة ثعبات بمحافظة تعز ومنطقتي الشريج وكرش بين محافظتي تعز ولحج جنوب البلاد. شمالا عند الحدود مع السعودية، قال الجيش واللجان الشعبية إنهم استهدفوا آليات وعربات مدرعة سعودية في محافظة مأرب، كما دمروا دبابة وجرافة ومدرعة سعودية في منطقة الجابري بجيزان. نشرت وكالة يمن بريس الناطقة باسم حكومة الرئيس عبد رب منصور هادي مقالا بعنوان فضيحة هادي والسعودية. المقال يتحدث عن أحد المقاتلين الموالين للرئيس هادي الذي تعرض للإصابة في تعز ونقل إلى السعودية، حيث يعاني الإهمال من دون علاج بحسب المقال. كذلك تشير الوكالة إلى أن ملف الجرحى فيه عنصرية، حيث يهمل جرح محافظات الشمال على عكس طريقة التعامل مع جرح الجنوب. ويحمل المقال الحكومة اليمنية والقنصل اليمني في السعودية المسؤولية عن الإهمال وعن طريقة التعامل مع الجرحى. هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا استمرت في عدم التزامها. وفي خطابه أمام الدورة 70 للأمم المتحدة في نيويورك، جدد عباس تأكيده أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار. ما دامت إسرائيل مصرة على عدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة معنا والتي تحولنا إلى سلطة شكلية بدون سلطات حقيقية، وطالما أن إسرائيل ترفض وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى وفق الاتفاقات معها، فإنها لا تترك لنا ولا تترك لنا خيارا سوى التأكيد على أننا لن نبقى الوحيدين ملتزمين في تنفيذ تلك الاتفاقات. مصدر سياسي فلسطيني كبير كشف لمراسل الميادين أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري منع أبو مازن من تحديد سقف زمني لتهديداته بحل السلطة وتحميل السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها الكاملة في الضفة الغربية. المصدر أشار إلى أن كيري وخلال لقائه عباس في نيويورك نجح في شطب فقرة المهلة الزمنية حتى نهاية العام، ولكنه فشل في إقناع أبو مازن بعدم تجميد الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية ارتبكت كثيرا من خطاب عباس حين سمعته، وأن مكتب نتنياهو أصابه الذعر. أوقف حرس الحدود التونسي سيارتين مفخختين تحويان أسلحة ووثائق عليها شعار داعش قرب الحدود الليبية، وفق ما أعلنت مصادر أمنية تونسية. السلطات التونسية كانت قد عززت إجراءاتها الأمنية عند الحدود مع ليبيا وفي المدن بعد هجومين داميين بعدما تعرضت له بعض المدن التونسية هذا العام.
بعد ظاهرة القمر العملاق ومع اقتراب التوقيت الشتوي تحل ظاهرة الجيوب الفضية في شهر تشرين الأول أكتوبر الحالي، وسيشهد هذا الشهر 5 أيام خميس و5 أيام جمعة و5 أيام سبت في ظاهرة تحصل مرة واحدة كل 823 عاما، أي إنها لن تتكرر سوى في عام 2838. أهلا بكم. يعتزم البنك الدولي تقديم قرض بقيمة مليار دولار إلى العراق مؤكدا أن المبلغ سيجري تسليمه نهاية العام الجاري. نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا غانم حافظ قال إن البنك الدولي يركز على مساعدة العراق ويبذل كافة الجهود اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة المالية التي تعانيها. أكد السفير الإيطالي في العراق ماركو كارلينيوس مساهمة بلاده بأكثر من 4 ملايين يورو لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق من داعش. كلام السفير الإيطالي جاء عقب لقائه نظيره العراقي هوشيار زيباري، ما يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في البنى التحتية العراقية. تستعد الكويت لطرح 9 مشاريع تنموية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موزعة بين قطاعات الطاقة الكهربائية وسكك الحديدية والمترو بكلفة 38 مليار دولار خلال العامين المقبلين. وتسعى الكويت للاستفادة من الإمكانات المالية الهائلة التي تملكها البنوك ومؤسسات القطاع الخاص في ظل هبوط أسعار النفط التي فقدت نحو 60% من قيمتها العام الماضي. القطاع الصناعي التركي يواصل انكماشه في أيلول سبتمبر في ظل معاناة الشركات حالة من الضعف في السوق وعدم التيقن السياسي وضغوط التكلفة الناجمة عن تقلبات سعر الصرف. وتراجعت طلبيات التوريد الجديدة التي حصلت عليها المصانع التركية إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر، وقلصت الشركات نشاط الشراء بأسرع وتيرة منذ تموز يوليو من العام الماضي. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن نمو الاقتصاد العالمي قد يكون هذا العام أضعف من العام الماضي، وأبدت لاغارد تخوفا من أن يكون هناك حلقة مفرغة اقتصاديا ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ الصيني. وقالت إن هذه التهديدات يمكن أن تمثل خطورة على المكاسب الاقتصادية الأخيرة في آسيا وأمريكا اللاتينية. قدر مجلس شيوخ الفرنسي أن تصل خسائر البلاد إلى 250 مليون يورو بعد فسخ صفقة بيع حاملتي المروحيات ميسترال إلى روسيا. ذكرت صحيفة لا تريبيون ثاني أكبر يومية اقتصادية في فرنسا أنه لولا صفقة بديلة لبيع الحاملتين إلى مصر لتكبدت فرنسا خسائر تفوق المليار يورو، لأن روسيا وفرنسا أبرمتا عقدا بهذه القيمة منذ 4 أعوام. تزود باريس بموجبه موسكو بحاملتي ميسترال، إلا أن العقوبات الأوروبية ضد موسكو حالت دون إيفاء باريس بالتزاماتها. أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب مشروع قانون إنفاق قصير الأجل يوفر التمويل للحكومة حتى 11 من كانون الأول ديسمبر تفاديا لإغلاق المصالح الحكومية. وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيوقع هذا الإجراء فورا ليصبح قانونا، وسيعمل المشرعون حتى كانون الأول ديسمبر لصياغة مشروع قانون للموازنة أوسع نطاقا لتغطية ما بقي من السنة المالية. عدلت الحكومة الفنزويلية بياناتها الاقتصادية للعام الماضي لتظهر انكماشا بنسبة 4% للناتج المحلي الإجمالي، وهو أسوأ أداء اقتصادي بين دول أمريكا اللاتينية. وتأذت فنزويلا من الهبوط الحاد لأسعار النفط الذي تدور صادراته نحو 96% من مداخيل البلاد في العملة الصعبة. وهوت قيمة واردات البلاد إلى 32 مليار دولار العام الماضي من 53 مليارا عام 2013. استعاد الجيش الأفغاني مدينة قندوز الاستراتيجية في شمال البلاد بعد معارك ليلية عنيفة مع مسلحي حركة طالبان بحسب إعلان مسؤولين حكوميين. المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أكد أن القوات الخاصة الأفغانية باتت تسيطر على قندوز. هبة محمود والتفاصيل.
على السرعة المفاجئة نفسها التي وقعت فيها مدينة قندوز الأفغانية بيد طالبان استردت إلى أيدي الجيش والحكومة. النيران المشتعلة هنا وهناك والجثث المتفرقة بقايا من معارك توضح شراسة الهجوم المضاد في ليلة وضحاها. أزالت كابل وحلفاؤها الأمريكيون الهزيمة المحرجة بسقوط قندوز في يد طالبان، إذ تعد أول مدينة كبيرة يسيطر عليها التنظيم منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001. بالتنسيق مع قوات الأمن تمكننا من مسح كافة الأجزاء في مدينة قندوز من حركة طالبان، والآن نحن في الميدان الرئيسي في المدينة وأطلب من السكان مواصلة حياتهم الطبيعية. تريد الحكومة الأفغانية إعادة الحياة إلى طبيعتها لأكثر من 300,000 نسمة في خامس أكبر مدينة بالبلاد وأحدى أغنى وأكبر المدن الاستراتيجية لكونها بوابة أفغانستان على آسيا الوسطى. القوات الأمريكية ساعدت في إزالة الانتكاسة الحكومية على الرغم من أن الدور الأمريكي غير واضح المعالم، إذ قال مسؤول أفغاني إن قوات خاصة أمريكية ومستشارين من الناتو دعموا القوات الأفغانية من دون إيضاح حول طبيعة دعمهم عسكريا كان أم استشاريا. بينما ذكر مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية نفذت 3 ضربات جوية على الأقل في قندوز، بينها ضربتان بالقرب من المطار لأسباب تتعلق بحماية قوات التحالف. أهلا بكم. المنتخب القطري يودع بطولة أمم آسيا لكرة السلة ويعلق أمل العرب في المربع الذهبي على شقيقه اللبناني. العنابي خسر أمام نظيره الياباني ب 67 نقطة ل 81، دفع ثمن تأخره في الربع الأول بفارق 15 نقطة. تاكاتوشي فوروكاوا كان العقل المدبر للكمبيوتر، سجل 22 نقطة قاد بها بلاده إلى المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 18 عاما. المنتخب الياباني يلعب في الدور المقبل مع الفائز في مواجهة لبنان والفلبين بعد نحو نصف ساعة. المنتخب الإيراني كان أول المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزه على كوريا الجنوبية. حامل اللقب تغلب على كوريا الجنوبية بفارق 13 نقطة. العملاق الإيراني حامد أهدادي فرض نفسه نجما للقاء بتسجيله 18 نقطة و14 متابعة. التيميلي ضرب موعدا في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة الصين والهند. في مباراة مبالغ بخشونتها وضع الكويت الكويتي قدما له في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي على حساب استقلال دوشامب الطاجيكي. الكويت اكتسح ضيفه بربعية في ذهاب المربع الذهبي. البرازيلي فينيسيوس سجل هاتريك واختتم حسين الحرب المهرجان التهديفي، ويقام الإياب في 21 من الجاري وسط احتمال كبير أن يؤدي إلى نهائي كويتي خالص أمام القادسية الفائز بثلاثة أهداف واحد على دارول تاكزيم الماليزي. مسرح مباراة المنتخب السعودي ومضيفي الفلسطيني لا يزال مثار جدال. فيفا دعا اتحادي البلدين إلى اجتماع في الخامس من الشهر الحالي لتسوية مكان إقامة المباراة المقررة في 13 من الجاري ضمن التصفيات الأسيوية المزدوجة. مكتب لجنة تنظيم المونديال سبق له أن وافق على الطلب السعودي القاضي بإقامة المباراة على أرض محايدة بدلا من الضفة الغربية. وتعد العاصمة الأردنية عمان إحدى المدن المقترحة لاستقبال اللقاء. دعم مشروط تلقاه الفرنسي ميشيل بلاتيني من الاتحاد الإنجليزي في الانتخابات المرتقبة لرئاسة فيفا. الاتحاد أعلن مواصلة دعمه لرئيس اليوفا في معركة شباط فبراير المقبل على أن تجري متابعة كاملة لبعض القضايا المتعلقة به التي وردت في التحقيق الجنائي السويسري. وكان المدعي العام السويسري قد استمع قبل أيام إلى بلاتيني بشأن حصوله على 1,800,000 يورو بصفة وصفت بالغير الشرعية.
رقم قياسي جديد لكريستيانو رونالدو يعوض به الأداء الباهت لريال مدريد أمام مضيفه مالمو السويدي. النجم البرتغالي سجل هدفي فريقه في الجولة الثانية من دوري الأبطال وعزز صدارته لترتيب الهدفين التاريخيين للبطولة. رونالدو داس عتبة 323 هدفا ليعادل رقم راول غونزاليس كهداف تاريخي للميرينجي. الإنجاز تزامن مع السقوط الأول لأتلتيكو مدريد في المسابقة منذ 760 دقيقة حيث خسر أمام بنفيكا البرتغالي بهدف 2. ألفارو موراتا يواصل التألق مع اليوفي في دوري الأبطال برغم النتائج المخيبة محليا. المهاجم الإسباني افتتح ثنائية السيدة العجوز أمام إشبيليا. موراتا وقع هدفه الخامس في المباريات الخمسة الأخيرة له في البطولة الأعراق. الدولي عادل الرقم المسجل عام 96 باسم ديل بييرو. إنجاز موراتا كسر رتابة الانطلاقة الأسوأ للبيانكونيري في الكالتشيو منذ موسم 73. بحضور نجوم بايرن ميونخ انطلقت احتفالات مهرجان الجعة أكتوبر فيست في مقاطعة بافاريا الألمانية. الاحتفال حضره أعضاء الفريق والجهاز التدريبي والإداري بعد ساعات على خماسية دينامو زغرب الكرواتي في دوري الأبطال. ريبيري وروبن وزملائهما ارتدوا كما المدرب بيب غوارديولا الملابس التقليدية واحتسوا الجعة. الاحتفال يسبق مباراة الأحد في الدوري أمام ثاني الترتيب بوروسيا دورتموند.